جيومتريك ديزاين، تمام؟ احنا هنعملوه في صورة كأنه حل شيت كده، تمام؟ وهناخده ايه كل حاجة من الجيومتريك ديزاين عن ايه؟ عن التاكس واي بتاعك. طيب اول سؤال كده اعتبر ان هو شيت واحنا بنحله مع بعض، كان بيقول لك ايه؟ What do you understand by the term of airport capacity? What are the factors which affect airport capacity؟ يعني انا دلوقتي عندي سؤالين، السؤال الاولاني بيقول لك ايه اللي انت فاهمه من كلمة الايربورت كاباسيتي، وكمان بيسألك ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر على مين؟ على الايربورت كاباسيتي. المقصود بسعة المطار وعدد ممرات الهبوط والإقلاع التي يتم من خلالها عملية مين؟ عمليات الإقلاع والهبوط، تمام؟ طيب الكلام ده بيتم خلال فترة زمنية معينة وبنحسب فيها متوسط التأخير الطارئ ايه؟ لازم يكون داخل حدود مقبولة، داخل لازم يكون داخل حدود ايه؟ حدود مقبولة يا شباب. ده المقصود بسعة مين؟ بسعة المطار. يبقى السعة بتاعة المطار هي بتمثل عدد الممرات بتاعة الهبوط والإقلاع اللي من خلالها وفي خلال فترة زمنية معينة بنقدر إن إحنا نعمل عمليات مين؟ عمليات هبوط وعمليات إقلاع. طب إيه هي العوامل اللي بتأثر على سعة المطار؟ العوامل اللي بتأثر معاك على سعة المطار بيكون طريقة ترتيب الممرات في حالة وجود ممر أو أكثر داخل مين؟ داخل المطار بتاعك. ومدى كفاءة المطارات بتاعتنا. يبقى أنا دلوقتي يا رجالة أول عامل من ضمن العوامل اللي بتأثر على سعة المطارات عندنا يا شباب هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن عدد الممرات اللي موجودة وترتيبها، عدد الممرات الموجودة ومين؟ والترتيب بتاعها، تمام؟ طيب والمدى بتاعت الكفاءة بتاعت الاتصال ما بينها وبين إيه؟ وبينها وبين بعضها. يعني انا لما يكون في اتصال سريع، طبعا الاتصال ما بينها وبين بعضها بيكون عن طريق مين؟ عن طريق اللي هو اللي التاكسي واي بتاعتنا. يبقى احنا عندنا حاجه اسمها ران واي وفي حاجه اسمها تاكسي واي. الران واي هو عباره عن ايه يا رجاله؟ عباره عن الممر الرئيسي اللي بيحصل فيه عمليه الهبوط وعمليه الاقلاع، اما التاكسي واي هو عباره عن الممر الثانوي اللي بيحصل فيه المناوره اللي انا ببدل ما بين مين؟ ما بين واحد وما بين الثاني. طيب كمان رقم اتنين عندك من ضمن العوامل اللي بتأثر على سعة المطار خصائص الطيارات المستخدمة في المطار عندك ونسبة الايه عمليات الهبوط الى عمليات الاقلاع. يبقى خصائص الطيارات المستخدمة طبعا احجام الطيارات والمطار بتاعك نفسه بيسعى ان هو ينزل فيه مثلا او يهبط فيه طيارات كبيرة في الحجم او صغيرة، ايه وضعه بالظبط؟ فده بيأثر على السعة بتاعة المطار اللي عندك. رقم ثلاثة عندك حالة الجو اللي موجود، المناخ، يعني المناخ وتأثيره على مين؟ على عمليات الهبوط والإقلاع. كمان رقم أربعة العوامل المساعدة للمناخ الإيه؟ الجوية في المطار. والعوامل المساعدة ديت اللي هي زي إحنا ما بنسميها كده أبراج المراقبة، يعني إحنا بنبقى قاعدين في برج المراقبة هو اللي بيبقى إيه؟ شايف الدنيا كلها وما بينه وما بين الطيارات اتصالات وعامل عمليات مين؟ عن طريق الرادارات بتاعته عامل عمليات اسكان مسح للمنطقه ويقول للطياره انت مثلا المسار بتاعك صحيح ولا المسار بتاعك خاطئ، حتى كده انت خدت مسار طياره تانيه ولا ما خدتش مسار طياره تانيه. هو اللي بينظم الحركه بتاعت مين؟ بتاعت المطارات. فاما بيكون عن عمليه مين اللي هي المساعدات بتاعت عمليه الايه؟ عمليات الاقلاع والهبوط موجوده، او العمليات الملاحيه بتاعت العمليات الملاحه الجويه المساعدات بتاعتها موجوده، فده طبعا بيأثر على سعه المطار سواء بالزياده او النقص. طيب كمان انت عندك خبره رجال برج المراقبه اللي هم قاعدين فين؟ في المطار، ومدى استعدادهم للتحكم في عمليات مين؟ احجام المرور المرتفعه، عمليه تنظيم يعني مش اكتر، اداره المطار نفسه. يبقى خبره الناس اللي موجوده وكيفية إدارتهم للمطار ده بيأثر طبعا على سعة المطار. طبيعة المنطقة اللي حوالين الإيه؟ المطار، يعني أنت المطار بتاعك بيسمح لك إن أنت تخلي الطيارات بتاعتك تيجي من كذا اتجاه ولا من اتجاه واحد؟ طب العوائق اللي موجودة عندك من مباني وأشجار وتضاريس طبيعية زي الجبال والكلام ده، دي بتأثر على سعة طبعا إيه؟ المطار عندك وتخلي فيه عدد كبير أو عدد قليل يدخل المطار اللي موجود. كمان يا رجالة عندنا المسطح المتاح للطائرات بساحة المطار، يعني أنا دلوقتي عندي صالة الانتظار مثلا وصالات الاستقبال عدد كبير ولا عدد قليل ممكن تستقبله، وضعية المطار نفسه، الساحات بتاعة الانتظار بتاعة الطيارات تقدر تستوعب كم طيارة، كل ده بيأثر معانا إيه؟ بيأثر معانا على ساحة المطار. وعموما إحنا قلنا إيه؟ ديت ما تعتبرهاش إن هي إيه؟ ده عامل من ضمن العوامل، ده بيتكلم بصفة عامة معاك
ان عمليات مين؟ عمليات النزول الالي طبعا، اللي هو ايه؟ كل ما طبعا ايه؟ العمليه ما بقت اليه، كل ما التنظيم يكون افضل من ايه؟ لما يكون يد عادي او تنظيم ايه عن طريق الافراد. السؤال اللي بعد كده بيقول لك وات ار ذا بيزك مين باترن اوف ايربورت كونفيجريشن؟ ايه هي الانماط الاساسيه بتاعت مين؟ بتاعت المطارات. بقول لك ايه؟ ديسكاس اند درو نيت سكتش وات باترنز هاز بين ايه؟ هاز بين ريكومندد فور مين يوز ان انترناشونال ايربورت ريسنتلي. يعني هو بيقول لك دلوقتي ايه؟ انا عايزك انك تناقش له وتستخدم له بعض الرسومات للايه؟ للانماط بتاعت مين؟ بتاعت المطارات، شكلها عامل ازاي المطارات المستخدمه حديثا في الايه؟ المطارات الدوليه. اول حاجه شباب اللي هو الايربورت كونفيجريشن. ساعه المطار بتاعتنا بيتوقف منها، قلنا ايه؟ الجزء الاكبر منها على مين؟ على ترتيب المطار وتصميمه. تمام؟ طيب الترتيبات بتاعت المطار اشكاله اللي هي عباره عن الاشكال بتاعته بتكون بالشكل اللي انت شايفه كده. يا اما المطار بتاعك بيكون بيحتوي على سنجل ران واي، تمام، يا اما المطارات بتاعتنا بتكون عباره عن بارلل ران واي اللي هو اتجاهين، بيكون ران واي في اللاندنج ولا ران واي تاني للتيك اوف وبينهم مسافه، الاثنين مسافه خاصه بنسميها دي. يا اما بعد كده في حاجه اسمها الانترسكتنج ران وايز اللي هي عباره عن ايه؟ الران واي المتقاطعه على بعضها، وفي نون انترسكتنج مين ران وايز اللي هي عباره عن مين؟ اللي هي الممرات الغير متقاطعه عن ايه؟ غير متقاطعه مع بعضها. يبقى الران وايز بتاعتنا البيزك باترن ده الاشكال اللي انت شايفها. طيب احنا دلوقتي يا رجاله هنتكلم على كل واحد لوحده. اول حاجه عندنا اللي هو عباره عن السنجل ران واي، ده ابسط انواع الممرات، وده بيستخدم في حاله مين؟ هبوب الرياح في اتجاه واحد فقط، واحجام المرور بتاعتك احجام قليله ما بتتجاوزش الساعه بتاعه المطار اللي انت مصمم عليها في الاساس، تمام؟ اما البارلل ران واي ده في حاله زياده الساعه اللي موجوده عندنا، يعني انا الساعه بتاعتي زياده شويه، فاحنا بنعمل النوع ده اللي هو البارلل، يعني بنعمل اثنين ممر، وده بيعتمد على ايه؟ على المسافه الفاصله وعلى امكانيه اتاحه مين؟ المساحات اللي موجوده عندك، لان انت بتضطر تعمل اثنين ممر وبيبقى ما بينهم مسافه ايه؟ مسافه فاصله. طيب بعد كده حاجه تانيه اسمها الانترسكتنج ران ويز اللي هي عباره عن الممرات المتقاطعه مع بعضها، والنوع ده احنا بنستخدمه في حاله ان الرياح بتاعتنا باتجاه واحد ما بيغطيش الويند روز كامل اللي هي 95% اللي احنا كنا بنتكلم عليها السكشن اللي فات، فبالتالي بيضطر انت تعمل ايه؟ بتعمل اثنين ران واي بحيث ان فيهم واحد يغطي مع الثاني، بيكملوا اكتر منين؟ من نسبه الايه؟ هبوب الرياح في الاتجاه، او الاتجاه الاكبر لايه؟ لهبوب الرياح. الاثنين بيغطوا مين؟ بيغطوا الاتجاه ده، بحيث ان ده مع ده في اوقات من السنه الرياح بتهب من الاتجاه ده، واوقات تانية من السنه بتهب في الاتجاه الثاني، فايه اللي بيحصل؟ فانت بتعمل اتجاهين، الاتجاهين دول بيكونوا متقاطعين مع بعض، بتستخدم الاتجاه ده في اوقات معينه من السنه والاتجاه الثاني ده في اوقات معينه من السنه، بحيث ان ايه؟ ان الرياح دي بتساعدك في عمليات الاقلاع، وبتساعدك برضه في عمليات مين؟ عمليات الهبوب. طيب الانترسكتنج ران واي، الانترسكتنج ران واي النون، قصدي النون انترسكتنج ران واي، النوع ده بنستخدمه في حاله ان الساعه بتاعتنا مالها يا شباب؟ بنستخدمه في حاله ان الساعه بتاعتنا مالها بتكون زياده شويه، يبقى النون انترسكتنج مين ران واي برضه بنستخدمه في حاله مين؟ الساعه. وبرضه ممكن نستخدمه في حاله لو كانت الظروف المناخيه او الجويه بتاعتك او هبوب الرياح بيكون فين؟ في اوقات مختلفه من السنه بتهب في اتجاه واتجاه تاني برضه، تمام؟ طيب الباترن برضه مرسومه بايه؟ بشكل تفصيلي شويه. الشكل ده الابرون اللي هي صاله الوصول او ساحه الانتظار الاثنين مع بعض، الخطوط الرفيعه اللي هي محطوط عليها اسهم دي اعتبرها ان هي عباره عن تاكسي ويز، دي بتصل ما بين الممر الاساسي وما بين مين؟ وما بين الابرون اللي موجوده عندنا. وعندنا شباب ثواني يا شباب لو سمحتوا خليكم معايا ثواني.
يا شباب معايا؟ يا شباب معاك مع هندسة، حضرتك يا باشمهندس. معاك يا هندسة. ماشي، احنا دلوقتي ماشي خلاص، رجعت حضرتك خلاص. أنا عارف إن فرق التوقيت ده بيخلف، يعني ممكن واحد يكون هنا برضه في مصر من جهة الشمال من ناحية القارة القطبية كده، فالصوت بتاعه ما بيوصلش بسرعة عندي، صح؟ سبحان الله، معلش بعرف ان الصوت بقى تعريف الأبر كتعريف الابرون ديت اللي هي ساحه المطار، الساحه بتاعت مين؟ بتاعت المطار اللي بيركب منها الركاب وبينزلوا فيها، الساحه بتاعت المطار، ساحه المطار بتكون متصله هي بصالات الاستقبال. تمام هندسة. تمام. الخطوط الرفيعة اللي انتوا شايفينها عن كل واحد مرسوم ديت عبارة عن التاكسي واي. يبقى الخطوط الرفيعة اللي موجودة عندنا ديت هي عبارة عن التاكسي مين؟ عبارة عن التاكسي واي اللي هي الايه؟ الممرات الصغيرة بتاعة المناورة، أما الران واي اللي هي عبارة عن الخطوط العريضة اللي قدامنا. طيب ده شكل السنجل ايه؟ السنجل ران واي، يعني انت ممكن لو طلبت منك الدكتوره انك ترسم لها الكونفيجريشن بتاعت مين؟ بتاعت المطار بتاعتنا زي الاولانيه كده، ممكن ايه؟ دي اشكال بسيطه، اشكال مختلفه لمين؟ للممرات، يبقى الايربورت كونفيجريشن ديت الاشكال الاشمل للموضوع، بحيث ان انت مدخل فيها الابرون بتاع مين؟ بتاع المطار. يبقى اذا كان السنجل ران واي بالشكل ده، فممكن يكون البرر الران واي هيكون واحد فوق واحد تحت، واحد على فكره ممكن واحد ران واي واحد ممكن يستخدم للهبوط والاقلاع الاثنين مع بعض. وممكن واحد وممكن يكون بارلل زي ما انت شايف كده، في اكتر من ران واي اصلا في المطار ويستخدم برضه للهبوط والاقلاع. تمام. طيب يبقى احنا عندنا ادي الابرون في النص مثلا، وايه اللي بيحصل؟ وانت عندك مثلا ايه؟ ران واي فوق وفوق وران واي تحت وبرضه بينهم تاكس واي. تمام. طيب لما بيكون برضه ممكن يكون الشكل ده موجود عندك اللي هو يكون ايه؟ ران واي صورة زجزاج كده، تمام، اللي هو ايه؟ الاثنين مش بارلل بالظبط يعني مع بعض، ممكن يكونوا واحد قدام واحد متأخر عنه شوية. طيب في عندك برضو في حالة اللي هي الايه؟ النون انترسيكتنج، بيكون شكله عامل كده، ادي ران واي وادي ران واي ويكون الابرون في النص، وبعد كده عندك مين؟ عندك التاكسي واي اللي هي الخطوط الرفيعة اللي موجودة ايه؟ اللي موجودة عندنا. طيب سؤال هنا برضو بيقول لك، نعم هو ممكن حضرتك تعرفني بس هو خط سير الطيارة والركاب بيبقى عامل ازاي؟ يعني بيتلاقوا مع بعض فين او الموضوع ده بيمشي ازاي؟ عشان مش فاهمة. بص يا باشمهندس، هو دلوقتي مش انت دخلت مطار قبل كده ولا حاجه؟ ايه اللي بيحصل؟ احنا اول ما بندخل بندخل ساحات الانتظار، تمام، اللي هي البوابه الرئيسيه، يعني البوابه الرئيسيه ديت بندخل فيها، الناس بتاخد منك الباسبور، الناس بيبقى مثلا في ايه، شركات الطيران او مثلا مكاتب في المطار نفسه هي اللي بتحجز لك التذاكر بتاع الطيران لو انت مش ايه، مش عامله التذكره، او بيديكي مثلا ايه التيكت اللي انت بتاخديه معاك الطياره. بعد كده بتخشي ساحة الانتظار، ساحة الانتظار دي بيبقى عبارة عن صالة كبيرة كده، الصالة دي موجود فيها كراسي وبالتالي الناس بتقعد فيها. بعد كده يا شباب ايه اللي بيحصل؟ في حالات بتحصل ايه؟ بيحصل ان المطار بيبقى عبارة عن مبنى كده كأنه دورين، تمام؟ الدور اللي فوق بيبقى فيه منه زي ممر كده صغير بيدخل على ايه؟ على الباب بتاع الطيارة على طول، يعني أنت مثلا الطيارة بتقف وبتظبط نفسها على الدور الثاني مثلا حسب ارتفاع الطيارة، طبعا هم بيبقوا مصممين ارتفاع المبنى ده على حسب ارتفاع الطيارة. فالممر اللي موجود ده بيدخلك على مين؟ على الطياره على طول، بتطلع انت للدور الثاني بعد ما يحصل له، وبعدين منه بتخش للطياره على طول. وفي بتاع مطارات ثانيه اللي بيحصل ان انت بتطلع من ساحه الانتظار دي تركب ميني باص كده او عربيات، ايا كانت العربيات المركبات ديت نوعها ايه؟ دي تبع المطار، بتاخدك تنقلك منين؟ من الممر، من صاله الانتظار اللي انت فيه للمكان بتاع الطياره، بتكون الطياره بسلم عادي خالص خارجي وبتركب الايه؟ الطياره بتاعتك. في كده مشكله يا باشمهندس؟ بس المهم ان ساحه الانتظار دي اعتبرها ان هي مكان للانتظار مش اكتر ولا اقل، اللي هي الابرون اللي موجوده عندنا. ايا كانت التفصيله بقى بتاعت المطار او ايا كانت التفصيله بتاعت الركوب من ساحه الانتظار للطياره اللي موجوده عندي، مش دي قضيه خالص. هي القضيه خلاص ان الغرض من المبنى ده هو مبنى ان انت بتخلصي فيه كل الخدمات، مبنى يكون ممكن يكون سياحي، مبنى ممكن يكون عمليه شوبينج موجوده فيه، مبنى يكون مثلا موجود فيه بعض الخدمات للناس والجمهور اللي جاي من السفر وجاي من بره.
ايا كان، وممكن يتعرض فيه معارض زي ما يكون. ده الابرون، ودي الساحه بتاع المطار. ان الساحه دي بقى احنا بننتقل منها لمن الطياره الشخصيه، للطياره مباشره، ونبدا نتحرك منين؟ من المطار بتاعنا، كانه وسيله نقل عاديه خالص. المطار ما هو اللي ايه، بس حاجه يعني مبنى، عشان بس الحجم اللي بيدخل فيه بيكون اكبر شويه. محطه زي محطه القطر، زي محطه الاتوبيس، ايا كانت المحطه، بس على مستوى عالي شويه، الشكل العام بتاعها محترم. تمام يا باشمهندس، شكرا. هندسه، هو ايه بقول الفرق لك بين التاكسي واي والاكزيت تاكسي واي؟ الاكزيت، ما انا هخش دلوقتي، احنا هنشرح لك كل حاجه في الاكزيت تاكسي واي وفي التاكسي واي نفسه. بس انا دلوقتي انا بقول لك ايه، انا كاني بشرح معاك الشيت اللي هو الخامس، اللي هو اللي مثلا انت مش هتاخده، او ممكن يكون موجود فيه اسئله في الايه، في الاربع شيتات اللي الدكتوره نزلتها. طبعا برضو قبل انا ما اكمل، احنا هنلتزم بالاربع شيتات اللي الدكتوره نزلتهم، عشان هم دول اللي احنا هنسلم اعمال السنه دي. كمان الحاجه المهمه، احنا زميلك محمد عمل ايه، عمل جروب كده على الواتساب، تمام، وضافني عليه الجروب ده. يا شباب احنا المفروض هنرفع الشيتات بتاعتنا عليه تسهيلا، بس عشان احنا ننجز في الوقت في موضوع رفع الشيتات، تمام. انتوا هترفعوا الشيتات بتاعتكم على الجروب، بس كل واحد كانه في الرساله وهو بيرفع. طبعا انت هتحول للشيت بتاعك في صوره PDF، تمام. بس في ويا أسئلة ريت واقفة محدش علينا، يشخص. نعم، في أسئلة واقفة علينا مش فاهمينها. يبقى بص يا محمد، يعني ايه، حاول تتواصل معايا عن طريق الجروب بتاع الواتساب دوت، ده افضل بيني وبينك. بدل انا اصلا مش بفتح التيمز على طول، تمام، انا ما بفتحش التيمز غير كل شرح، وممكن ما ابصش على الاكتيفيشن بتاعته ولا الشات ولا اي حاجه خالص بصراحه يعني، تمام. فانت الواتساب طبعا احنا ماسكينه في الموبايلات معانا على طول، فانت لو في سؤال عندك بتاع ان شاء الله تاخدها سكرين شوت كده بالموبايل وتبعتها لي على الواتساب، يبقى انت كده برضو الناس كلها استفادت، يحس ان السؤال اللي انت مش عارفه زميلك هيعرفه، زميلك كان عارفه ممكن يعرفه لك، افرض انا رديت زميلك عارفه رد عليك مكاني، فهمني لو في اي رد انا شفته مثلا مظبوط تمام، مش مظبوط هرد انا واعلق وهكذا. ماشي يا رجاله، احنا كده كده ايه، كاننا بنشارك بعض بالمعلومه مع بعض. تمام يا هندسه. طيب احنا المطلوب بس منك ان انت هتحول الشيتات بتاعتك دي. طبعا الشيتات سهله جدا، وكل اصلا شيت عباره ما يكملش 8 9 مسائل او اسئله، ومعظمها نظري، موجوده في المحاضره وموجوده في السكاشن، يعني الموضوع سهل جدا ان شاء الله. كل اللي مطلوب منك انت هتحول الشيت بتاعك في صوره PDF بعد ما تاخده، يا اما تاخده كام سكان كده لو انت حله بايدك، تاخده كام سكان كده وتحوله PDF وترفعه على الجروب، وتكتب لي اسمك تحته، انا فلان الفلاني، يعني كانها رساله، انت باعت الشيت اهوت PDF بتاعه، وانا فلان الفلاني في نفس مين، في نفس PDF مع PDF نفسه، انا فلان الفلاني سيكشن كذا مثلا، خلاص انا بعت لك الحاجه يا باشمهندس، اهو اكتب لي اسمك بس مع PDF. تمام يا رجاله، يا ريت يا هندسه بعد اذنك في الاخر، هندسه بعد اذنك في الاخر، يعني ايه تنزل مين سلم ومين ما سلمش، يعني مثلا لو حاجه تاهت من حضرتك مثلا. علاء بص، علاء الموضوع ده صعب، علاء قول لي ليه، لان احنا العدد كبير، علاء ماشي، الناس كلها سمعانا هي، وبعدين معلش احنا عددنا، احنا زي ما احنا شفنا كده، احنا في حدود 100 وشويه، 101 102 في الحدود ديت. انا دلوقتي اللي حاضر لي النهارده 53 واحد قدامي، واللي حضر لي المره اللي فاتت، خلي بالك انا كنت هدي السكشن في ميعاده امبارح، بس زميلكم بعد التواصل معايا قال لي يا باشمهندس احنا عندنا امتحانات شفوي وكلها اونلاين، والناس هتخلص 6 ونص 7، فطبعا مش هينفع ان احنا ندي سكشن. قلت له خلاص مفيش مشاكل، احنا نرتب ميعاد يوم الجمعه مع بعض. يوم الثلاثاء اللي فات ما توفقش الامور ان احنا ناخد السكشن، لان انا اتاخرت، انا اخر في الكليه، فقلت له خلاص خلينا يوم الجمعه افضل، هنبقى اجازه كلنا والناس كلها موجوده، فالمفروض على الاقل خلاص اضعف الايمان الناس كلها كانت تبقى موجوده النهارده. طيب الناس مش موجوده، انا دلوقتي مش هقدر احكم اي حاجه، كل واحد هو حر يحضر او مش يحضر، دي حاجه لمصلحته. بس الفكره كلها انت دلوقتي ما تجيش تقول لي ان انا اعمل حصر في الاخر باسماء الناس اللي ما سلمتش الشيت. كل واحد بيتكلم عن نفسه، كل واحد عارف هو انا سلمت او ما سلمتش، مظبوط ولا لا؟ لا لا، انا مش قصدي حضرتك كده، انا هو علاء بيتكلم يا باشمهندس ان انت ممكن مثلا يحصل سهو او ما تاخدش بالك منه الرفع، او في واحد رفع وحضرتك ما خدتش بالك منه، عينيك خانيتك حاجه زي كده، يعني ممكن ما تديلوش حقه في النقطه. ايوه، انت قصدك يعني عشان لو ربما الواحد مثلا رفع لي الشيتات وانا ما رصدتش، يعني حاضر، لا ماشي علاء، بس انا عايز الفت نظرك لحاجه. هو المفروض الشات بتاع الواتساب ايه اللي بيحصل فيه؟ ان انا مثلا جاي لي النهارده 18 رساله، تمام، هو بيكتب لي في الاول ان انا جاي لي 18 رساله، يبقى انا رقم واحد انا داخل على الواتساب وعارف ان انا في 18 واحد بعت لي حاجه، حلو الكلام؟ طيب انا بفر الرسائل اللي موجوده، هنزل مين؟ هدون البي دي افات بتاعتكم بحيث ان انا اشوف ايه؟ طبعا هو هيبقى حاجه ضخمه وانا عارف ان المساحات، بس يا ريت
الناس تحاول ايه يعني تضعف الايمان، تقلل بس ايه احجام، تصغر يعني، مش صغر خطك قوي يعني، اكتب بس زنق في الدنيا في الورق كده، بحيث ان انت ايه ما تاخدش صفحات كتير، بحيث ان طبعا البي دي اف ما يكونش ايه الحجم بتاعه كبير ومساحته كبيره. تمام. اما انا بالنسبه للموضوع ده حاضر، مفيش مشاكل. ما انت كده كده احتمال كبير ان احنا نرفع اعمال السنه اصلا، يعني بعد ما اديكوا الدرجات بتاعتها وخلصها ممكن احطها لكم على الجروب. يا ريت هندسه والنبي موضوع الغياب بس تبقى توريه لنا كده وحاجه. حاضر، هحط لكم ان شاء الله بعد ما نخلص اعمال السنه بتاعتكم على الجروب، واعرف الناس ايه مين اللي موجود ومين اللي موجود ومين اللي حضر معايا واللي ما حضرش، واخد كام في الشتات. بس يا ريت لو تكرمتوا الناس تحل بايديها، ماشي الكلام، علشان محدش ايه محدش يا شباب يحصل ان هو يبص يلاقي نفسه واخد درجه وحشه يقول اه ده انا خدت درجه وحشه ليه؟ ما انا حلل الشيت كله. اه ما انت حلل الشيت كله، بس الشيت بتاعك انت وزميلك نفس الحاجه بالظبط، بي دي اف في نفس باشمهندس الخط برضك وكل بعدين كنت حاجه. عايز انبه على حاجه. الدكتوره كانت قايله في المحاضره اللي بدا يحل على الشتات القديمه لو عايز يكمل مفيش مشكله، ده الفرق طفيف جدا، واللي هيحل على الشتات اللي انا هنزلها مفيش مشكله، يعني اللي بدا حل على الشتات القديمه ما عندهاش مشكله ان هي ان هو يتسلم عادي برضه، عشان يعني انا هندسه كنت ماشي، بدات بس كده. انا ما لحقتش اصلا يعني، هو الموضوع كله كان يومين ثلاثه يعني، مش قضيه انت فاهمني. حتى لو انت حليت شيت واحد حتى من الشيتات القديمه، كمل الشيتين التانيين او الثلاثه التانيين منين؟ من الشيتات بتاع الدكتوره. هو زي الدكتوره ما قالت لك، هو الفرق ما بينهم طفيف، فبعض المسائل ممكن ما تكونش مشروحه فاهمني، فدي مش قضيه خالص تمام. طب يعني. هندسة انا لو اتفضل. أو ممكن بس يكون في موضوع الغياب بس سماحية في سيكشن أو حاجة بسبب الظروف، مثلا كهرباء نت كده يعني. والله هندسه من غير انت ما تقول يعني، انا مثلا بعمل ايه، احنا مثلا حضرنا حوالي 5 سكاشن او 6 سكاشن مع بعض، تمام. انا بشيل واحد في الاخر للناس كلها بعممه، وبحسب الدرجه مثلا من 4 يعني، مثلا احنا خدنا 5، انا مثلا معايا 4 النهارده الخامس اهو، يبقى انا مثلا ايه هحسب الغياب بتاعي من 4، تمام هندسة. ده للناس كلها. وانا بعمل كمان يا شباب حاجه كويسه مع الناس، عشان برضو احنا ايه يعني، احنا مش ضد مصلحتكم، بالعكس احنا عايزين يعني ان شاء الله تجيبوا افضل درجات ان شاء الله واعلى درجات. انا كمان يعني ايه مش بشيل مثلا المره من، لا، في ناس بتبقى مثلا ايه يعني عندها 3 مرات و4 مرات من الدين ومنقفل له، بغض النظر بقى هو ايه جايب 4 من 5 او لا، خلاص انا خدنا 4 مرات يبقى الناس كلها. واللي هو مثلا بيستفاد الاكتر طبعا اللي بيبقى حاضر مرتين او حاضر 3 مرات، طبعا ما بيتحسبوش 3 من 5 ولا بيتحسب له مثلا 4 2 من 5، لا بيتحسب له ايه 2 من 4 و3 من 4. تمام يا رجاله، تمام يا ماشي يا باشمهندس. باشمهندس. طيب احنا دلوقتي هنخش بقى على ايه، هنبدا بقى بدايه يعتبر الشرح في الايه في التاكسي واي بتاعنا. بيقول لك اكسبلين بريفلي مين ذا فاكتورز ويتش افكت مين ذا لي اوت اوف تاكس ويز. ايه هي العوامل اللي انا عايزك منك تشرح لي باختصار العوامل اللي بتاثر على شكل الممرات بتاعه المنور. يبقى احنا قلنا الطرق اللي في المطارات عباره عن حاجتين، حاجه اسمها ران واي دي مستخدمه لعمليات الاقلاع وعمليات الهبوط، حاجه اسمها تاكس واي دي مستخدمه لعمليات المنوره. عمليات المنوره دي اللي عباره عن ايه، طياره عايزه تنزل، افرض انا عندي كذا ران واي في المطار، يبقى الطياره عايزه تطلع من الران واي الفلاني للران واي العلاني، يبقى انا دلوقتي في تاكسي واي عندي. في طياره عايزه تيجي من الابرون اللي موجود عندي تروح مين على الران واي، يبقى انا في تاكسي واي عندي. في حاجه اسمها اكزيت تاكسي واي هناخده دلوقتي بقى. طيب احنا عندنا يا شباب ايه الوظيفه الرئيسيه للممر بتاع المناوره؟ هي سهوله انتقال الطياره بتاعتنا منين؟ من الممرات لساحه الانتظار. ساحه الانتظار زي ما احنا قلنا فيها تحميل، التحميل ده بيكون ايه، يا اما ركاب يا اما بضايع، وكمان انها ترجع منها وتخش على الممرات الرئيسيه. طب ايه هي العوامل اللي بتاثر في اختيار مكان الممر بتاعك؟ اول حاجه يا شباب ان انت اما ترتب الممرات بتاعتك اللي هي التاكسوي بتاعت ممرات المناوره، لازم ترتبها بحيث انها لا تتداخل مع بعضها، بحيث ان الطيارات اللي هي بتهبط والطيارات اللي هي رايحه تقلع ما يحصلش عمليه تداخل ما بين مين؟ ما بين الطيارات دي، طياره نازله جايه وطياره تانيه طالعه، فايه اللي هيحصل؟ هيحصل تداخل ما بين الطيارتين، لا احنا مش عايزين الكلام ده يحصل. فانت بتراعي مين؟ عمليات الترتيب. كمان الممرات دي ممكن تستخدم اصلا في حاله ان المطارات بتاعتك بتكون الكباسيتي بتاعتها عاليه، يعني المطارات بتكون مشغوله، فالممرات بتاعت المناوره بتاعتك اللي هي المفروض يعني ايه هي اللي بتربط ما بين الممرات الرئيسيه، المفروض ما تكونش بتمر على الممرات الرئيسيه، يعني ما بتقطعهاش، ما فيش تقاطع ما بينها وبين الممرات مين؟ الرئيسيه. يعني هي كأن بدايتها في الليل في الصاله
ونهايتها عند مين؟ عند الران واي، مش بتقطع الران واي عشان تخش الران واي تاني. تمام. طيب عندنا يا شباب هي طبعا زي ما احنا قلنا ان هي بتسهل عمليات مين؟ عمليات الاقلاع وعمليات مين؟ وعمليات الهبوط. تمام. طيب ان هي عشان ان انت تقلع من ممر رئيسي، بقول لك في حاله المطارات المشغوله لابد ان تقع الممرات المنوره في اماكن على الممر الرئيسي بحيث تسمح للطائرات التي تقلع ان تترك الممر مبكرا وتتركه خلع للطائرات التي تستهبط مثل هذه الممرات، يسمى اكزيت تاكسي واي. هو عايز يقول لك هنا في الايه، في النقطه رقم 2 ديت، ان الممرات اللي هي بتسمح للطيارات ان هي تخرج منين؟ من الران واي، الممرات بتاعه الهبوط او الاقلاع. تمام. وتخلي الممر فاضي لطيارات تانية نازله منه او طيارات تانية هتقلع، دي بنسميها اكزيت مين؟ اكزيت تاكسي واي. دي ممرات الخروج، ممرات مين؟ الخروج. طيب النقطه رقم 3 بقول لك لابد من اختيار مسار ممر المناوره يكون اقصر ايه مسافه. ما اضطرش بقى ان انا عشان اعمل عمليه مناوره اختار المسار بتاع مين؟ بتاع عمليات الاقلاع والهبوط بعيد خالص. لا، انا مش عايز اعمله كده، احنا عايزين نعمل الممر بتاع عمليات الاقلاع والهبوط يكون اقصر مسار عشان يوفر معايا فين؟ في عمليات استهلاك مين؟ عمليات استهلاك الوقود، بحيث ان الطياره تكون كميه الوقود اللي موجوده فيها تكفيها للرحله ايه؟ للرحله بتاعتها، ما تضطرش انها تهبط اضطرار ايه؟ تتزود بالايه؟ بالوقود. كمان ان انت لما بتستخدم لازم تتجنب زي ما قلنا عمليات التقاطع ما بين الممرات المناوره والممرات الرئيسيه. طيب انت لما تيجي تصمم الممرات بتاعه المناوره بتصممها على اقصى سرعه تصميميه، السرعه التصميميه دي انت بتفرضها للمطار نفسه. يعني انا بقول ان الطياره هتتحرك مثلا بسرعه 40 او 20 كيلومتر في الساعه على ممر مين؟ على ممر المناوره. يبقى وانا بصممه براعي في الايه؟ في المنحنيات الافقيه، لو هو في منحنيات افقيه او منحنيات راسيه لو كانت الارض منحدره ولا حاجه، براعي فينا يا شباب، براعي ان انا استخدم السرعه التصميميه اللي موجوده عندي اللي انا مصمم عليها المطار عشان اعمل مين؟ التخطيط بتاعي. طب لو انا راعيت الفاكتورز اللي فاتت ديت، يبقى انا كده بعمل ايه؟ بزود منين؟ من مشغوليه المطار، يعني بزود عدد الطيارات والسعه هتزيد بتاعه المطار. يعني ممكن يسالك السؤال ده بطريقه تانية، بدل ما يقول لك ايه الفاكتورز اللي بتاثر على اختيار مين على او التخطيط بتاع التاكسي واي، ممكن يقول لك ازاي ان انا ازود السعه بتاعه المطار. طيب بقول لك باختصار كده، عايز منك التاكسي واي ايه هي الانواع المختلفه من الجيومتريك ديزاين القياسيه بواسطه المنظمات العالميه للتاكسي واي. تمام. طيب اول حاجه خالص من ضمن الايه اللي هي جيومتريك ديزاين، الجيومتريك ديزاين الاول معناها اللي هو التصميم الهندسي للمطار، معناها مين؟ التصميم الهندسي للمطار. التصميم الهندسي للمطار يبقى انا كده بتكلم على مين؟ على اطوال وعروض، وبتكلم على منحنيات افقيه ومنحنيات راسيه، وبتكلم على حاجه اسمها الانحدارات، بتكلم على حاجه اسمها السايد ديستانس اللي هي مسافه الرؤيه. كل ده كله تبع الجيومتريك ديزاين. اول حاجه خالص اللينس اوف تاكسي واي، الطول بتاع الممر بتاع المناوره. طول ممر المناوره احنا زي ما اتفقنا لازم يكون اقصر مسار او اقل ما يمكن في الطول عشان ده يقللك من استخدام الوقود. يبقى ايه؟ وانا بصمم طبعا محدش هيقول لك ان الطول بتاع الممر مثلا 100 متر او 200 متر، انت طبعا على حسب الظروف الطبيعيه اللي موجوده عندك وعلى حسب المساحه بتاعه الايه؟ المساحه بتاعه المطار الموجود. فبالتالي اللينس بتاع المطار وانت بتخططه، لو انت ليك مشاركه او ليك مثلا يد في موضوع التخطيط بتاع المطار، يبقى انت بتختار ان الطول بتاع الايه؟ التاكسي واي ده بيكون مين اقصر من ناحيه مين؟ المسافه، عشان يوفر معاك في الوقود. طب بالنسبه لموضوع العرض، العرض بتاع المطار، طبعا قلنا العرض بتاع المطار بيعتمد على ايه؟ هو طبعا بديهي ان هو يكون اقل من الران واي، يبقى التاكسي واي عرضه اقل منين؟ من الران واي. طيب والسرعه والعرض بتاعه كمان هو ليه قليل؟ عشان المطار الطيارات اللي بتمشي عليه بتكون سرعتها مثلا ايه؟ اقل من سرعه الطيارات اللي بتمشي على ايه؟ على الران واي. طيب تمام، احنا عندنا دلوقتي يا شباب ايه تاني؟ هو بيعتمد على مين يا شباب كمان؟ بيعتمد على ايه؟ العرض بتاع مين؟ ما بين الاجنحه بتاعه الطياره طبعا اللي بتمشي ايه؟ عليه.
والسرعه طبعا بتاع بقول لك بسرعه الطياره بتكون اقل على المرات المناوره، عشان تعمل ايه، تسمح للطياره بعمل ايه، عمليات المناوره بتاعتها. طيب في حاجه ثانيه عندنا في الجيومتريك ديزاين اسمها اللونجيتيودنال جريدينت، اللي هي عباره عن الميول الطوليه. الميول الطوليه، الميول الطوليه يا شباب اللي هي في حاله مين، الارتفاعات والانخفاضات. الميول الطوليه طبعا انا اللي يهمني مش انها نازل، مش الميول النازله، لا الميول اللي هي الصاعده. الميول الصاعده بقول لك الميل الطولي، الميل الطولي كل ما بزيد كل ما بيحصل ايه، استهلاك وقود اكبر. يعني الارض بتاعتك طبيعتها ان هي ارض جبليه مثلا، وتبص تلاقي المطار بتاعك ايه اللي بيحصل له، المطار بتاعنا يا شباب بيصعد لاعلى، فبالتالي ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل يا شباب؟ هيسترك وقود طبعا اكتر. هتلاقي مركبه وزن عايزه ترجع الطياره لتحت. بالظبط، فانت هتحتاج ايه؟ وخاصه لو كانت الطياره دي محمله، يعني فيها ركاب او بضائع او الاثنين مع بعض، تمام؟ فبالتالي اللي يحصل، اللي بيحصل ان انت بتستهلك وقود اكتر. فبقول لك ان المنظمه العالميه للطيران بتنصح بألا يزيد الميل الطولي عن 1.5%. الميل الطولي لا يزيد عن كام؟ 1.5% للمطارات اهني A و B، و3% لباقي المطارات. طيب الويتس اوف سيفتي اريا، طيب ايه السيفتي اريا دي يا شباب؟ هي ايه مطارات A و B دي؟ التصنيف كده عندك موجود في المحاضره، لو انت رجعت له على حسب ايه حجم المطار نفسه والساعه بتاعته والمساحه المطلوبه والسرعه المقرره عليه وعدد مش عارف عمليات الاقلاع وعمليات الهبوط. في جدول كده الدكتوره كاتبه لك في المحاضره، لو انت رجعت هتلاقي ايه التصنيف بتاع المطارات اللي هو A و B و C و D ومش عارف ايه الكلام ده، تمام؟ يعني هو تصنيف بس. المطارات A و B دي اللي هي الكبيره، يعني اللي هي الطيارات بتاعتها كبيره واوزانها تقيله، فبالتالي هو بيقول لك ان الميل الطولي ما يزيدش عن 1.5% عشان مركبه الوزن لازم لك مبقول ما تاثرش مين، بالعكس مع ايه؟ مع اتجاه الحركه، وبالتالي انت تحتاج وقود اكتر عشان تطلع مين؟ من الممرات بتاعت مين. اما المطارات الثانيه اللي هي باقي المطارات زي مثلا سي ودي واي ومش عارف اف، اللي بيحصل بيكون الميل بتاعك 3% لان طبعا احجام واوزان الطيارات دي بتكون اقل شويه. طيب احنا عندنا حاجه اسمها الويتس اوف سيفتي اريا، عرض المنطقه، منطقه الامان. منطقه الامان ديت هي المنطقه اللي بتشمل الطبانات. يعني ايه؟ يعني انا عندي الممر الرئيسي بتاع مين؟ بتاع التاكسي واي، في جنبه انا مش هعمل تراب على طول، لا بيبقى في حاجه اسمها شولدر. شولدر ده اللي هو اللي عباره عن الطبان او الرصيف بتاعك، تمام؟ الشولدر ده يا شباب اللي احنا بنسميه السيفتي اريا، بحيث ان الطياره لو اتحركت او خرجت عن مسارها شويه يبقى انت ايه بتاخد يا باشمهندس ايه جزء عندك ما يبقاش نزلت الطياره على ايه على الترابه، لا بيبقى فيه مثلا حوالي 7 متر ونص من كل ناحيه، المنطقه دي بيتم ايه رصفها برضه بس بمواد رصف اقل شويه، اقل قوه منين؟ من مواد الرصف اللي انت رصفت بيها مين؟ المطار نفسه. طيب في عندنا حاجه تانية اسمها ترانسفير جريديانت، اللي هي الميول العرضيه. الميول العرضيه ده الشباب الغرض منها زي الطرق بالظبط بتاعتنا اللي احنا بنصممها، الغرض منها اللي هي عمليه صرف الامطار، صرف مين؟ الامطار. بيقول لك ان الميول العرضيه هي هامه في صرف مين؟ الايه؟ الجانبي، في الصرف الجانبي. صرف الجانبي يعني عشان لما ينزل عليها ميه تحصل ايه؟ الميه دي تتصرف ايه؟ ناحيه الشمال واليمين، وما يبقاش ميه فين؟ على المطار بتاعك. المنظمه العالميه بتوصف ايه؟ بيقول لك بيوصي بان الممر الرئيسي والممر المناوره تكون الميول العرضيه لا تزيد عن 1.5% للمطارات من نوع A و B و C. طب والمطارات دي وايه؟ قال لك 2%، واقل ميل عرضي هو 0.5%. يبقى انت ما بتقلش عن ميل عرضي كام يا باشمهندس؟ عن 0.5%. 0.5%. والمطارات اللي هي الكبيره الميل العرضي بتاعها لا يزيد عن كام؟ عن 1.5، والمطارات اللي هي الصغيره 2%. طيب في عندك حاجه ثانيه اسمها الريت اوف تشينج اوف لونجيتيودنال مين جريدينت، اللي هو معدل التغير فين في الميول الطوليه. معدل التغير فين في الميول الطوليه؟ معدل التغير في الميول الطوليه بيقول لك ايه؟ ان المنظمه العالميه بتاعه الطيران بتوصي ان معدل التغير في الميول الطوليه لا يزيد عن 1% كل 30 متر.
من طول المنحنى الرأسي، ومن النوع A و B 1.2 معلش 1% لكل 30 من النوع A و B، ودي و A بيكون إيه؟ بيكون 1.2%. المعدل بتاع التغير ده شباب ده معامل، لو انتوا عارف اخدتوا منحنيات رأسية معانا واحنا بنحسب المنحنيات الرأسية كان في حاجة اسمها معدل التغير في اللين، فاكرينه؟ فاكر كان اسمه كنا مديله رمز ايه كابيتال صح؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ هو المقياس بتاع الفرق بين الملين، الفرق ما بين الميل النازل والميل الصاعد. ايوه عندك. ايوه باشمهندس ايوه فاكرين الفرق ده؟ قال جاي انا درسته ولا ايه؟ في حد منكم مشروع طرق معانا؟ ايوه هندسه عارفينه هندسه. طيب تمام. الميول ده شباب معدل التغير ده بقول لك قيمته لا تزيد عن 1% تمام للمطارات من النوع A و B، 1.2% للمطارات من النوع دي ايه دي. ده شكل طبعا احنا خدناه قبل كده اللي هو الكروس سكشن بتاع مين يا رجاله بتاع التاكسي واي، بيبقى شكله عامل كده. ادي المنطقه المرصوفه بيكون عرضها في حدود 22.5 متر، وادي الشولدر اللي هو المرصوف شمال ويمين. طبعا الميول اللي انا رسمها على الرسم دي مبالغ فيها، هي ما تبقاش كده طبعا. عمر الممر ما يكون بالشكل اللي انا رسمه ده، انا رسمه كده سكتش بس عشان ابين لك شكل ان في فرق ما بين الميول الواحد ونص والخمسة والاتنين في المية. طبعا ما هي طبعا مش مرسومة سكيل خالص، مش مظبوطة تمام. يا ريت وانت بيرسم تبقى ايه الحاجة اشبه ما يكون تكون مظبوطة. فده الكروس سيكشن بتاع التاكس واي قلنا 22.5 متر، وبعدين 3 متر في حدود 5%، وبعدين بقيه ال 7.5 اللي هم هيبقى 4.5 متر اللي هم عباره عن 2%. وبعد كده بقى بتعمل انت صرف حاجه اسمها الليت مثلا اند مان هول، اللي هي عباره عن ايه؟ مطار طبق الصرف وليه خطوط بتاعه الصرف ايه ناحيه المطار، ما انت ما بتسيبش الميه تروح في الميول العرضيه وانت ايه؟ وانت ما بتصرفهاش او ما بتدخلهاش على مين على الصرف. طيب في حاجه عندنا يا شباب اسمها السايد ديستانس، طبعا انتوا عارفين السايد ديستانس اللي هي مسافات مين؟ مسافات الرؤيه تمام. مسافات الرؤيه اللي عندنا يا شباب هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن المسافه اللازمه لمين؟ لعمليات التوقف وعمليات مين؟ الفرمله. لما انا بيكون مثلا عندي في افرض في طياره جايه والطيار شايفها، ايه اللي هيحصل؟ هيضطر انه يمسك فرمله تمام. طب مفيش حاجه اسمها تجاوز طبعا، هنا مفيش حاجه اسمها ايه تجاوز. افرض في عائق، العائق اللي موجود عندك ده اللي هيحصل فيه يا باشمهندسين هو شافه فلازم يمسك فرمله. طب المسافات بتاعه الرؤيه هنعملها ازاي؟ بيقول لك لان سرعه الطياره في الممر المناوره اقل من السرعه في الممر الرئيسي، ومن ثم قيمه مسافه الرؤيه المطلوبه على الممر المناوره تكون ايه اقل. يعني انا محتاج مسافات رؤيه على الممر اللي هو بتاع المناورة أقل منين؟ طبعا من الممر الرئيسي. طب المنظمة بتاع الطيران بتوصل إيه؟ بتوصي إن سطح ممر المناورة يكون مرئي لارتفاع 3 متر لمسافة 300 متر. يعني أنا أشوفه 3 متر ارتفاع لمسافة 300 متر قدام، يعني كل 300 متر أنا بشوف كام؟ 3 متر ارتفاع، أو العكس كل 3 متر ارتفاع بشوف 300 متر قدام. المهم ان هو ايه يبقى فيه تناسق وتوافق ما بين الاثنين، ارتفاع 3 متر مع 300 متر طول. ده للمطارات من النوع ايه A و B و C، ومسافه 250 الارتفاع لازم لها بيكون 2.1 للمطارات دي ايه دي و E. طيب خلي بالك ان كل ده في العناصر بتاعت الجيومتريك ديزاين، يعني تعتبر الملاحظات اللي انت بتاخدها دي كلها خاصه بالجيومتريك ديزاين بتاع مين؟ بتاع التاكسي واي. طيب في حاجه عندنا اسمها التيرنينج راديوس اللي هو عباره عن نص قطر الدوران. افرض انا في الايه في الممر بتاعي عايز اعمل عمليه دوران، او يعني محتاج مثلا نص قطر من منحنى افقي، بقول لك هو بقول لك كده بقول لك في التيرنينج راديوس يتم عمل المنحنيات الافقيه عندما يكون هناك تغير في اتجاه الممرات، وهذه المنحنيات يتم تصميمها بحيث ان الطائره لا تقلل منين من سرعتها. يعني انا مثلا بسرعه مثلا 30 كيلومتر في الساعه بالطياره عشان ادخل الممر الرئيسي عشان اعمل عمليه اقلاع، يبقى انا ايه في المنحنى الافقي وانا بصممه اراعي التصميم بتاعي يكون ايه اللي هيحصل فيه؟ ان تتم الطياره على وضعها. والمنحنيات الافقيه بتاعتي طبعا انتوا عارفين ان انا لما اخش المنحنى الافقي في حاجه اسمها السوبر اليفيجن عندي او الاحتكاك، دول الاثنين اللي بيعملوا لي مين؟ اللي بيلاشوا قوه الطرد المركزيه.
فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا عايز اصمم المطار النص القطر ده ان يكون ماله متوافق مع السرعه التصميميه اللي انا عاملها بحيث ان انا ما اقلش السرعه بتاعتي. طيب في معادله للكلام ده، المعادله دي بتقول لك ان ار بتساوي في سكوير على 125 اف، بحيث ان ار نص القطر بالمتر والفي السرعه بالكيلومتر على الساعه والاف ده معامل الاحتكاك وقيمته بناخده 3 من 10. معامل الاحتكاك بناخده كام؟ 3 من 10. طيب ممرات الخروج اللي هي الاكزيت تاكسي واي، هو ممر بيقع على الممر الرئيسي، يبقى انا عندي ممر رئيسي اللي هو الران واي، الاكزيت بيكون واقع على الممر الرئيسي، تسمح للطيارات بمغادرته، مغادره مين؟ الران واي، قبل وصول مين؟ قبل وصول طيارات اخرى. بس الكلام ده بيحصل مين؟ في الهاي كاباسيتي مين؟ ايربورت. طيب يبقى انا كده الاكزيت تاكسي واي ده يا شباب عباره عن ممر، الممر ده بيسمح للطيارات ان هي تخرج وتدخل لمين؟ للران واي بتاعنا، في حاله مين؟ في حاله المشغوليه العاليه للمطار اللي موجود عندك. تمام؟ طيب عشان ما يحصلش عمليات ايه؟ عمليات التاخير فين في الرحلات بسبب ان الطيارات منتظره ايه ورا بعضها عشان تفرغ الحموله بتاعتها سواء ركاب او مضايق. طيب اللوكيشن في اوف اكزيت مين؟ تاكسي واي. الاكزيت تاكسي واي مكانه بيعتمد على ايه او موجود فين؟ المكان بتاعه بيعتمد على عده عوامل. اول حاجه عدد مرات الخروج، سرعه الخروج، نوع الطياره وظروف المناخ وطبوغرافيه المنطقه وتغيير ايه الطيار. طيب تعال نشوف الحاجات دي. عدد الايه الاكزيت ران واي، اول واحده عندك اللي هي عدد ممرات الخروج. عدد ممرات الخروج بيعتمد على موقعها. طيب لو هم كانوا ممرين بيقول لك فمن الطبيعي ان هم يكونوا في نهايه الممر الرئيسي. طب لو كانوا اكثر من ذلك بيتم توزيعهم على طول الممر الرئيسي، يبقى انت بتعمل ايه؟ بتوزع تاكسي واي لو عددهم اكبر من 2 على مين؟ على طول الممر كله. لو هم 2 بيبقوا فين؟ في النهايه بتاعت مين؟ الممر الرئيسي. طيب الاكزيت سبيد اللي هي عباره عن السرعه بتاعت مين؟ الممر او الخروج منين؟ من الممر اللي هو بتاع المناور. السرعه اللي تستطيع الطائره بها تغيير الاتجاه ودخول والخروج من ممر المناوره بتتوقف على حسب مين؟ كل طياره. بتتوقف على حسب مين؟ حجم الطياره طبعا ونص قطر الدوران بتاعها اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الاول. طيب في عندنا حاجة تانية يا شباب بيقول لك إيه؟ التايب أوف إير كرافت اللي هي عبارة عن مين؟ نوع الطيارات المستخدمة. إن كل طيارة لها سرعة مختلفة أثناء الهبوط ومن ثم المسافات المطلوبة عشان الطيارة تغير زي ما إحنا قلنا أنصاف أكتر الدوران بتاع الطيارات دي بتتغير على حسب نوع الطيارة وده بيأثر لك على موقع مين؟ ممر الإيه؟ ممر الخروج. طب الويذر كونديشن درجات الحرارة والرياح والضباب ده بيأثر لك برضو على مين؟ على عمليات الايه الهبوط والاقلاع ومن ثم بيؤثر على المسافه اللي الطياره بتاعتك بتاخدها عشان تهدي سرعتها وبالتالي تدخل على المين على المناوره. طب التوبوجرافيكال مين فيتشرز اللي هي عباره عن مين يا شباب؟ التضاريس بتاعت المنطقه بتاعتك، المرتفعات والمنخفضات الايه اللي موجوده فيها، فدي برضو بتاثر معاك على سرعه الهبوط وسرعه مين الاقلاع والكلام ده كله، بحيث ان انت ايه المكان بتاع الممر اللي هو الاكزيت او ممر المناوره بيتغير مكانه عشان تاخد مين المسافه اللي انت محتاجها عشان تاخد سرعتك سواء في الاقلاع او في او في الهبوط. كمان عندك الفاريابيليتي بتاعت البيلوت يا شباب اللي هو عباره عن الطيار، ان التغير ما بين الطيارين اللي حس عمليه مين الهبوط. طبعا في واحد بياخد عمليه الهبوط ديت ايه في مسافه كبيره فبيهدي، وفي واحد تاني بياخدها في مسافه ايه صغيره بيبقى مثلا هبوط قاسي شويه، فده بيختلف من طيار لايه؟ للتاني. طيب افضل اماكن الاوبتيمم لوكيشن اوف اكزيت ران واي، ده افضل الاماكن من اختيار ممر الخروج. ممر الخروج ده لابد ان ايه؟ ان يخلي ممر رئيسي من الطيارات التي تهبط باقصر ايه؟ وقت ممكن. يبقى انت المكان بتاعه لما تيجي تختاره يكون مكان يخليك انك تخلي الممر الرئيسي اللي هو الران واي بتاعك في اكبر صوره ايه؟ في اكبر صوره ممكنه. واسرع وقت، فاكبر صوره واسرع ايه وقت.
معدل وجود او ارتباط الممر الرئيسي بممرات المناوره اللي عندك لابد ان يكون له علاقه بعدد الكباست يعني التعميم بتاع المطار. لازم يكون اللي هو ارتباطه بمين؟ بالكباستي بتاعت مين؟ بتاعت المطار اللي موجود عندك. طيب عدد الطيارات لو زادت عن عدد معين فان المطار لا يستطيع قبول اي طيارات اضافيه، وهذه النقطه تسمى حاجه اسمها البالانسد مين بالانسد بوينت. عشان لو جه سالك عن حاجه اسمها البالانسد بوينت بيبقى ايه؟ هي عباره عن النقطه او الوقت اللي بيمتلئ فيه المطار بعدد طيارات لا يسمح بعدها بدخول مين طيارات اضافيه للمطار. ده بنسميها البالانسد مين بوينت، بنسميها البالانسد ايه بوينت. وهذه النقطه او المكان ده او الساعه ديت عندها يكون الممر قد امتلأ باقصى ساعه، وبنسميه ران واي ساتوريشن، اللي هو خلاص تشبع بعدد الطيارات اللي موجوده ايه الموجوده عندك. في سؤال هنا بيقول لك ايه؟ give the principle of design of an exit taxiway connecting the runway and the parallel taxiway. Draw net sketch of the mean, the plan of the mean exit taxiway and show there in the various mean element which one to be designed. عايزك يا باشمهندس ترسم له شكل توضيحي يمثل لك مين؟ الاكزيت بلان ايه؟ الاكزيت ران واي تاكسي واي قصدي، تمام؟ موضحا عليه العناصر المختلفه، ده عناصر التصميم المختلفه، وكمان تشرح له الاساسيات بتاعت مين التصميم بتاع مين التاكسي واي. طيب اهم عامل بيأثر لك على الاكزيت تاكسي واي او التاكسي واي عامه، اللي هو عباره عن مين؟ نص قطر الدوران، اللي هي سرعه خروج الطياره منين؟ من الممر الرئيسي لممر المناورة، والعكس لو هي جاية من ممر المناورة رايحة الممر مين الرئيسي. طيب وفي المدخل ده، في المدخل اللي بيحصل حاجة اسمها توسعة في العرض. يعني احنا زي ما انت شفت الكورس سيكشن من ده شوية اللي احنا كنا واخدينه، اللي هيحصل فيه ان بيحصل توسعة في العرض بتاع مين؟ بتاع الرانوي. زي ما انت شايف كده، ادي الرانوي من هنا من الداخل كان عرضه 22.5، اما بتيجي هنا شايف الدوران اللي بيحصل، العرض هنا زاد في المنطقه دي زاد. فبالتالي هو بيقول لك ايه؟ بيحصل عمليه توسيع تدريجي فين؟ في المدخل بعرض 30 متر يتدرج الى العرض العادي للممر، يتدرج الى العرض العادي للممر، للممر رهنه اللي هو الرئيسي. يبدا انت بتغير العرض بتاع الممر بتاع التاكسي واي لحد ما توصل للممر الرئيسي اللي هو الران واي اللي عندك. وده عشان كده بيقول لك بيعطي للطيار ساعه في عمليه استخدام ممر الخروج، حيث كلما زادت زاويه تغيير الاتجاه ومنسمى يزداد طول المطار، وبالتالي يزداد طول المسار المنحني والعكس، تمام؟ طيب الزاويه احنا بقى يا باشمهندسين شايفين الخط بتاع السنتر لاين دوت بتاع الممر، وادي الخط بتاع السنتر لاين بتاع مين؟ بتاع التاكسي واي. الزاويه ما بينهم الاثنين دول ديت هي عباره عن زاويه مين؟ زاويه التقاطع بتاعتنا بتاع الممرين بتوعنا، سواء كان تاكسي واي ومين وران واي. الزاويه دي بيقول لك كل زاويه تغيير الاتجاه دي ما بتزيد، كل ما طول مين الممر بيزداد، كل ما طول الممر بيزداد، ويزداد طول المسار المنحني والعكس، المسار المنحني بيزداد والعكس، اللي هي لما تقل اللي يحصل لها الثانيه هتقل. طيب في حاله السرعات العاليه لتغيير الاتجاه يفضل استخدام منحنات مركبه، يفضل استخدام منحنات مركبه لتقليل مين الاحتكاك، عشان طريق ما طبعا زي ما قلنا القوه الطارده المركزيه وموضوع السوبر اليفيجن. وزيك يكون عندك نصين كتر، في نص كتر انت عامل دلوقتي منحنيين، انا في سرعات مين عاليه، انا جاي هنا وعايز ادخل هنا اكزيت، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ ففي ار واحد، وبعد الار واحد في ار مين؟ ار اتنين، يبقى في ار واحد وفي ار مين؟ وفي ار اتنين. طيب عندنا يا شباب ايه اللي هيحصل؟ في عندك جدول كده، الجدول ده حفظ يا شباب لازم تحفظه. بيديك الراديوس بتاعك بناء على السرعه، بيقول لك لو كانت السرعه بتاعتك 65 كيلومتر في الساعه فبيكون الراديوس المناظر لها، طبعا الكلام ده معمول ايه؟ بالترايل اند ايرور كده او امبيريكال، يعني بالخبرات، ومعمول بالتصميم في المطارات اللي موجود، فبتكون السرعه المناظره نص قطر المناظر كام؟ 517 متر. ولو كانت السرعه دي 80 بيكون نص قطر المناظر كام؟ 701 وكام؟ و30. ولو كانت السرعه 95، طبعا زي ما انت شايف كل ما السرعه بتزيد كل ما نص القطر ماله بيزيد، 901 وكام؟ و90. طيب
عايزين نحسب بقى احنا عندنا كل مين كل منحنى فيهم. ده الاولاني خالص بنسميه انترانس انترانس كيرف، والتاني ده بنسميه السنترال كيرف اللي هو عباره عن ايه الكيرف المركزي او الاساسي، وفي ده الانترانس اللي هو عباره عن مين اللي هو عباره عن منحنى الدخول. منحنى الدخول لمين؟ للمطار بتاعنا او للاكزيت قصدي بتاعنا. تمام. طيب عايزين بقى المنحنى الاولاني ليه ال1 وار1 والمنحنى الثاني ليه ار2 وال مين وال2. طيب طول اكبر نص قطر ممكن حسابه من العلاقه مين يا شباب؟ العلاقه دي طول اكبر مين نص قطر ممكن حسابه منين؟ من العلاقه اللي موجوده قدامك دي، ان هو بيعتمد على مين؟ على طوله ال1 بيساوي 28 في كل تكعيب على سي في الار 2 مثلا. تمام. طيب وعندك الاستوبنج سايد ديستانس ممكن تحسبها من العلاقه اللي بتقول لك في سكوير على 25 ونص دي، بحيث ان الدي اللي عباره عن ديسيليريشن اللي هي عباره عن سرعه او عجله التناقص. الديسيليريشن مين؟ سبيد بتاعتك بكام؟ 1 متر للثانيه ايه؟ للثانيه تربيع. طيب خليك بقى عارف ان ايه القوانين دي اللي انت هتحفظها ونشوف مثال هنشتغل فيه ازاي. المثال اللي قدامك بيقول لك ايه؟ design an exit taxiway joining mean runway and a parallel mean taxiway the total angle of turn اللي هي الزاويه الكليه لعمليه مين تغيير الاتجاه بتساوي 30 درجه، the turn off speed عمليه السرعه بتاعت مين الحركه في تغيير الاتجاه كام؟ 80 كيلومتر بر اور. draw net sketch and show all the design element. طيب عايزين بقى نشوف احنا هنعمل ايه. ادي ايه؟ ادي الرانوي الاساسي، ادي السنتر لاين بتاع الرانوي، وده مين يا شباب؟ لان اكزيت بتاعنا، وده التاكسي واي اللي موجود عندنا. تمام. طيب اول حاجه يا باشمهندسين احنا عندنا حاجه اسمها انترانس كيرف وفي حاجه اسمها سنترال كيرف. عايزين نحسب الاول مين؟ حد بيتكلم؟ الانترانس كيرف ومين والسنترال كيرف. اي كيرف احنا قلنا ليه مين ار واحد وال واحد يعني ليه نص قطر وليه طول وفي حاجه اسمها زاويه دلتا بتاعته. تمام. طيب وادي الاستومنج سايد ديستانس بتاعتك هو احنا رسمينها منين؟ من اول التقاطع هنا لحد هنا. عايزين نشوف المسافه دي كام. طيب اول حاجه خالص هنحسب ار2. ار2 دي نحسبها بناء على مين؟ على المعادله. فاكرين احنا كنا واخدينها من شويه كده فوق كانت المعادله دي في سكوير على 125 اف. معلش الرقم ده تقريبا مش عارف 13 من 100 تقريبا، ثواني كده متاكد من الرقم. يا دكتوره ده توقف في المحاضره كمان يا شباب. لا مش فاكر بصراحة يا باشمهندس. شوف مش فاكرين بتأكدوا من الرقم ده، بس هو على فكرة يعني هو كده احتمال كبير يكون في غلط في السكشن في الأول، إن هو الرقم ده 13 من 100 مش 3 من 10 زي ما احنا كنا كاتبينه. هو 13 من 100 زي ما احنا حلينا مين يا شباب؟ زي ما احنا حللنا المفروض الرقم طلع 393.8 من 10 هندسه. اه ما هو تقريبا يعني هو الرقم ده يعني في تقريب في حاجه يعني احنا عاملين، بس هي 13 من 100 مش الرقم ده طلع 393 وشويه وكاسد كده صح؟ ايوه يا باشمهندس. طيب هو عامه هو 13 من 100. نعم هو صح، شفتها في المحاضره دلوقتي لقيته 13 من 100 قانون يعني دكتوره معلش بعدلوها في السكشن معاكم في الاول عشان انا تقريبا احنا شرحنا على ان هي 3 من 10 تمام. فمعلش ممكن يكون سهو مني وانا بكتب بس نسيت الواحد اللي هو ايه جنب الثلاثه. ماشي تمام يا هندسه. طيب احنا دلوقتي يا رجاله ايه اللي هيحصل؟ احنا عندنا ار2 زي ما احنا اتفقنا، حسبنا ار2 اللي هو نص قطر 2 طلع 391 من المعدل اللي قدامك دي. طيب في جدول زي ما اتفقنا اللي هو بتاع مين؟ بتاع السنترال مين كيرف. يبقى احنا عندنا دلوقتي الانترانس كيرف حسبنا نص قطر من المعادله،
السنترال كيرف بنحسب نص قطره منين؟ من الجدول ده بناء على السرعه اللي عندنا. السرعه كام؟ 80. يبقى الريدس المناظر لها كام؟ 731. والجدول ده لازم يتحفظ يا شباب. تمام. طيب اللينس بقى هنحسب اللينس بتاع الانترنس بيساوي فيه تكعيب على كام؟ على 45.5 في السي في الار 2. السي هنا كانت بكام يا رجاله؟ كانت ب 39%. المعامل كان ب 9 وكام؟ و30%. طيب هنيجي نعوض هنا، وعندي الار 2 معلومه، انت خلاص جبت قيمتها اللي هي 391 والسي موجوده والفي موجوده، يبقى كام؟ طلع لي ال 1 طول الممر الرئيسي بكام يا رجاله؟ ب 73.5 متر. طيب الديفليكشن انجل بتاع السنترال كيرف هنجيبها منين؟ هنجيبها بمعلومات الديفليكشن انجل بتاع مين؟ الانترنس كيرف. ازاي؟ اول حاجه انا هحسب الدلتا 1 السنترال اللي هو دلتا 2. دلتا 1 بيساوي 180 في الطول بتاعه على الباي في الار 1 بتاعه. دي معادله موجوده عندك فين ساعه كنا بناخد الكيرفات الافقيه. هتحسب القيمه بتاعت الدلتا هتلاقيها 5 درجات و45%. طب هو كان مديك ان الترن انجل كلها على بعضها بكام؟ ب 30. يبقى الدلتا 2 30 ناقص 5 درجات هيطلع كام؟ 24. يبقى دي مين؟ زاويه مين يا رجاله؟ الزاويه بتاعت مين؟ بتاعت السنترال كيرف نفسه. طب عايزين نجيب اللينس بتاع مين؟ السنترال كيرف. اللينس بتاعه عباره عن ايه؟ دلتا 2 في باي في ار 2 على 180، اللي هي المعادله برضو اللي احنا كنا واخدينها في المحنات الافقيه، اللي هي بناء على الزاويه 360. ال 2 باي ار بيديني 360، يبقى الدلتا هتديني كام؟ ال العكس بقى، الدلتا دي اللي معلومه هيطلع عندي ال 2 ب 165.5. طيب انا دلوقتي عايز اجيب مين؟ السايد ديستانس، هي دي اللي فاضلاني. طيب الديسيليريشن ريت انا هاخده بكام؟ ب 1 متر على الثانيه تربيع عشان احسب دي. طب الفي عندي الاس دي بتساوي ايه؟ في على 25.5 في دي، دي اللي هي العجله، يعني العجله بتاعت مين؟ تقليل السرعه. يبقى 80 على 25.5 في 1 هتطلع 251. يبقى دي الستوبنج سايد ديستانس. والنيت سكتش المطلوب منك ادي الرسمه، حاجه تعمل نيت سكتش بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. تمام؟ ان انت بترسم التاكسي واي فوق وبترسم الممر الرئيسي اللي موجود عندك، وممكن تحط برضو ابعاد من عندك. ابعاد من عندي ازاي؟ للتاكسي واي والران واي، يعني مثلا في الران واي ممكن احط له ان هو عرضه 45 متر، والتاكسي واي ممكن احط له عرضه ان هو كام؟ 22.5. ما هو مش مدينا عرض في المساله. طيب والستوبنج سايد ديستانس ارسمها على الرسم كده ان هي 251، ما هي دي احنا طلعنا قيمتها. والار 1 ودلتا 1 وال 1 احنا جايبين قيمهم، تمام؟ وزاويه الترن هي بكام؟ ب 30 درجه كلها على بعضها. طيب فيش حاجه ثانيه بقى احنا ممكن نعملها في التاكسي واي ايه؟ موجوده عندنا. هو احنا كنت انا مشاور لك ان المينيمم في الدبليو تي والدبليو سي اللي هي ساعه التوسعه او عدم التوسعه، المينيمم بتاعك 250 بوصه. 200 وكام؟ 50 بوصه. ال 250 بوصه دول يا شباب اللي هم كام؟ البوصه بتساوي كام يا شباب؟ 250 بوصه يا باشمهندس 635 سنتي. كام؟ 35 سنتي. البوصه بتساوي كام يا رجاله؟ 2.54 من 100 سنتي يا هندسه. حلو قوي، يعني انت ممكن تقول ايه؟ اللي هي بتساوي 0.0254 متر. ايوه يا هندسه. ايوه صح. باشمهندس هي بالتحويل بالآلة الحاسبة 635 سنتي على طول، مش شرط احفظ الرقم يعني. يا ابني ما انت هتكتب السنتي ده، انا مش بقول لك ما تكتبهاش يا عم وخلاص، ما تكتبش المينيمم ده اللي هو اقل عرض خالص اللي هو 6 وشويه ده، سيبك منه. ان احنا عارفين ان الممر الرئيسي بيبقى 22 متر ونص، وبقول لك في اضيق الحدود لما بيقل خلاص عرض الممر بيبقى كده، يعني اللي هو المينيمم بتاعه 250 بوصه. سيبك من الحته دي، انت ارسم سكتش بس، مش مطلوب منك ترسم البيانات عليه. والبيانات اللي انت المفروض تطلعها من الجيومتريك ديزاين اللي هي ار 1 وال 1 ودي 1 وار 2 وال 2 ودي 2 والستوبنج سايد ديستانس، تمام؟ بس مفيش حاجه ثانيه، هم دول. هنخش على اخر حاجه معانا اسمها الفيلت. الفيلت ده اللي هو عباره عن المنطقه اللي انت بتزودها في الرصف، المنطقه اللي انت بتزودها في الرصف. ليه بزودها في الرصف؟ شايف المنطقه دي كده؟ شايف المنطقه ديت؟ شايفين الحته اللي مكتوب عليها فيلت اللي هو نص قطر دوران الحشو؟ المنطقه دي يا رجاله ايه اللي بيحصل؟ الطياره بتاعتك افرض ان هي جايه من الممر الرئيسي، من الممر الرئيسي كده، وعايزه تخش الممر بتاع المناوره.
نتيجه الحركه في دوران ممكن العجل بتاعها لو انت واخد الايه الحته دي كده يحصل ايه العجل ان هو يخرج منين من الرصف ينزل على الترابه، فبالتالي انت بتضطر ان انت توسع مين توسع المنطقه دي شويه بوسعها بالرصف. طيب الكلام ده بيظهر امتى؟ بقول لك بيظهر في حاله التقاطع ما بين اثنين او اكثر من طرق المرور، طرق المرور العاديه او طرق مين الايه الممرات المنوره. والساحه بتاعه المطار برضو كمان بيحصل زياده في الرصف عندها عشان لو في دورانات ولا حاجه، حيث يتم عمل زياده في عمليه الرصف بحيث ان عجلات الايه الطائره على الرصف في حاله تغيير الاتجاه الا يحصل لها رجاله ما تخرجش منين من المسار بتاعنا. طيب طب نص قطر الدوران ده بيعتمد عليه رجاله، بيعتمد على زاويه التقاطع الانترسكشن انجل اللي هي عباره عن ايه، ادي الممر الرئيسي وادي الايه التاكسي واي او الاكزيت تاكسي واي، بيحصل ان الزاويه ما بينهم الاثنين مثلا بتبقى 45 زي ما انت شايف كده، الزاويه ديت مثلا 45. فقال لك لو كانت الزاويه بتاعتك من 0 ل 45 في حاله السمول ايربورت نص قطر الدوران بتاع الفيلد بيبقى كام؟ 7.5. حد بيعرف اوتوكاد يا رجاله؟ المفروض كلنا باشمهندس في امر كده في الاوتوكاد اسمه فيلت، عارفينه؟ ايوه طبعا. هو ده نفس القصه كلها، الامر ده لو انت شغلته وديته نص قطر الدوران هو بيقطع لك خطين متقاطعين مع بعض، هو الفكره كلها ان اي خطين متقاطعين مع بعض هو بيقطعهم الاثنين ويعمل لك بيهم نص قطر دوران. قيمته كام نص قطر الدوران ده؟ بيقول لك في حاله سمول ايربورت بيكون 7.5، في حاله لارج ايربورت بيكون 22.5. الكلام ده الزاويه انجل كام؟ من 0 45. طب لو كان الزاويه 45 135 فبيكون ايه 15، والتاني في حاله اللارج بيكون 30. طب لو كانت الزاويه بتاعتنا اكبر من 135 بيكون 60 و60. تمام، والجدول ده برضو حفظ. طيب في حاجه تانية عندنا اسمها الاسبيريشن مين، الاسبيريشن كليرانس اللي هي عباره عن المسافات الفاصله ما بين الران واي بتاعتنا. طبقا للمنظمات العالميه شباب بتاع الطيران بيقول لك لازم تكون المسافات الفاصله ما بين كل ممرين متوازيين، بتكفي ايه او بتعتمد على ايه؟ على نوع المطار اللي موجود عندك، المطار ده كبير ولا سمول، على خصائص الطيارات اللي هي بتنزل، حجم الايه الاجنحه بتاعه الطيران، بحيث ان في طياره ماشيه كده وطياره ماشيه كده الاجنحه ما تبقاش بارزه وتبص تلاقي الاجنحه من ايه بتخبط مع بعضها. طيب كمان ساحات الانتظار اللي هي الهولدنج ايه ابرون اللي هي ساحات الانتظار، هي مكان انتظار الطيارات قبل الاقلاع من اجل عمليه الفحص. تمام، وهي تكون قريبه من نهايه الممرات الرئيسيه، وهي تكون كبيره في الحجم بحيث ان عندما لا تستطيع الطياره الاقلاع تقوم طياره اخرى بالاقلاع مكان. طب حجم الابرون ديت بيتوقف على ايه يا شباب؟ اللي هي ساحه انتظار. خلي بالك في ساحه ابرون للركاب والبضائع برضو لها ابرون، وفي ابرون تاني مين للطيارات نفسها اللي هي ساحه انتظار الطيارات، بحيث ان طياره واقفه وطياره تانية واقفه اللي بيحصل ان بتبدا الواحده تتحرك. بيقول لك يا باشمهندس ان المسافه الفاصله ما بين كل طياره من بعد الجناح بتاعها وبين الطياره الثانيه لا تقل عن مينيموم كام؟ 25 فيت. تمام، زي ما انت شايف كده ترتيب مين، ترتيب الايه الطيارات مع بعضها. طيب في عندك ان حجمها بيعتمد على حجم المرور في ساعه الذروه وحجم الطيارات وخصائص مين المناوره، خصائص الطيارات اللي موجوده عندك دي بالنسبه لمين للهولنج ابرون. كده يا شباب احنا خلصنا التاكسي واي جيومتريك ديزاين، وخدنا مساله كمان عن مين، عن ان انت تجيب الخصائص الايه الهندسيه بتاعته ديت ازاي. تمام، وكده اتكلمنا على اخر محاضره تقريبا الموجوده معانا. حد كده ليه استفسار ولا ليه اي اسئله يا شباب؟ يا باشمهندس لو سمحت كان عندي سؤال. ولا طار مش فاهم التسميه اللي بتبقى على اول الممر بتتسمى ازاي او بناء على ايه؟ الدكتوره كانت قالتها في المحاضره بس بشكل سريع كده. انا اصلا انا مش فاكرها والله بصراحه دلوقتي يعني بامانه، لان انا ما رجعتهاش والله ونسيتها عشان ما اكذبش عليك. هي برضو الدكتوره قالتها بشكل خاطف كده يا باشمهندس لما كانت بتورينا محاضره اللي هي بتاعه العلامات والحاجات دي، بس انا يعني ايه ما لحقتش افهمها بصراحه. دي واحده طب بس يعني احاول بس كده ان انا ايه اتذكر الامر معاك كده. انا فاتح المحاضره دلوقتي بشوف افتح بس المحاضره كده. مالو هندسه احنا مع بعض. هو كده اول حاجه بالنسبه للزميلكم اللي سالني على ايه التسميات ايه وبي وسي ودي واي اف والكلام ده. تمام،
دي حاجه اسمها الريفرنس كود، والريفرنس كود ده يا شباب هي في جدول المحاضره الاولى معاكم الصفحه رقم 40، حاجه اسمها الايرودروم ريفرنس كود، جدول موجود فيه. فبيقول لك الايرو بلين، الايرو بلين ريفرنس الفيلد لينس، كان مديك الدكتوره كانت قايله لك ايه، لو كان الطول بتاع المطار بتاعك او الران واي بتاعنا اقل من 800 متر، اقل من كام؟ من 800 متر، الكود بتاعه بيبقى ايه؟ لو من 800 لحد 1200 بيبقى بي، لو من 1200 لحد 1800 بيبقى سي، لو 1800 واكبر بيكون مين يا رجاله؟ بيكون دي، وهكذا. تمام، هو مديك ايه كمان خصائص الطياره بتاعتك، الوينج سبان مش عارف قد كذا، وفي حاجه اسمها الايه الاوتر مين جير وين سبان. تمام، ده بالنسبه لايه للسؤال الاولاني اللي حد منكم ايه سالنا عليه، هو موجود في المحاضره الثانيه برضو في اول حاجه. هو كان في المحاضره كام يا طارق فاكر التسميات دي كانت في المحاضره كام؟ لا مش فاكر بصراحة، مش بس هي كانت تقريبا من حوالي 3 أسابيع، وسألت عليها حضرتك برضو في سكشنات كده، بس قلت ليها إن هتيجي لنا قدام، فاستنيت لما حضرتك تشرحها. مش هتسألك عليها، بس أنا برضو إيه عايز أتذكرها معاك والله. هي المحاضرة دي كانت الرابعة باين يا باشمهندس، كانت في الكلية. الرابعة في الكلية. المحاضرة الرابعة هندسة ما فيهاش حاجة. مش الحتة دي فيها. قصدك عن تسميات يا طارق؟ موضوع التسمية اللي تبقى موجودة في القطار هندسة، التسمية اللي في أول الرانوي يا باشمهندس، التسمية اللي بتبقى في الرانوي وانت نازل تسمية يعني باشمهندس، التسمية والعلامات الدكتورة منزلة محاضراتها في المحاضرات اللي احنا مش هناخدها على جروب المحاضرات. عشان كده انت ما اديتها ليش؟ محدش من محمد ما رفع عليش، هي يعني مش موجودة معايا كده طارق يا عم. مش مهم يا باشمهندس، بدمش علينا، مش مهم، انا كنت عايز اعرفها من كل علم بالشيء. عندنا طارق والله ممكن تقراها معلش، بس انا القصه كلها هي مش موجوده، انا مش متذكره والله طارق، عشان ما افتكش واقول لك ايه حاجه وانا ايه مش متاكد منها، انا ما بحبش افتي يعني. سهله هندسه، معلومه مش رئيسيه يعني، انا كنت بس عايز افهمها ليا مش اكتر يعني. هي بص يا محمد، هو يعني ايه الغرض من موضوع الاشارات ديت؟ هي اولا عشان احجام الايه الرانوي اللي انت بتنزل فيه، دي رقم واحد. العلامات والرموز زي ما قلت لك علشان الاحجام بتاعه الرانوي، كل رانوي لو حتى في صوره كده في محاضره من المحاضرات عندكم، كان في واحده فيها 4 علامات كده في الارض زي شرط، وكمان 4، وكان في رانوي مثلا في 2 و2، وفي رانوي تاني مثلا في 4 و4 في اتجاه معين. لو انت لاحظت الصوره دي صوره حقيقيه المطار فعلا حقيقي، لو لاحظت الصوره دي هتلاقي ان احجام المطارات دي والعروض بتاعتها مختلفه. فهي الموضوع دي عشان تميز للطيار بس مش اكتر، ده تمييز. يعني حتى المطار ده بتاع حاجه اسمها ملبورن ريجونال مين ايربورت. المهم يعني يا محمد انت ممكن تسهل يعني انت ترجع للايه للحته ديت في المحاضرات اللي هي الدكتوره زي زميلك بيقول كده حطاهم، وتشوف الدنيا فيها ايه معاك. تمام يا هندسه، تمام يا هندسه. حد عنده استفسار تاني يا رجاله في حاجه؟ باشمهندس في الشيت الثالث بس في مسالتين على الويندروز. مسالتين على الويندروز، تمام. احنا لازم نرسمهم اصلا، هياخدوا وقت اولا وبعدين ورق. اعمل واحده منهم، اعمل واحد ما منهم رائد، يبقى احنا كده متفقين يا رجاله. الويند روز اعمل مساله واحده في الاثنين. خلاص تمام ماشي، متفقين يا رجاله كده. هي سهله بس الموضوع انا عارف ان هي تاخد وقت شويه، بس ده لمصلحتك عشان لو الدكتوره جابتها في الامتحان. تمام، يبقى انا مطلوب في الويند روز يا رجاله الناس كلها تسهيلا للامور اهو، هنعمل واحده بس.
هي سهلة وخطوطها كتير قوي يا باشمهندس، يعني أنا ببعد عنك دماغي صدعت عما رسمتها بصراحة يعني. معلش يا محمد، هي المشكلة بس إن أنت بتعملها مانوال، لما أنت عارف لو بتعملها بكمبيوتر مثلا لو أوتوكاد ولا غيره هتلاقي الموضوع سهل جدا. زمانها في 3 ثواني بالله. في مينت عملتها. أنا ممكن أقول لك إيه، وأنت عارف يعني ممكن الواحد يقول لك إيه، على الأوتوكاد اعملها وخدها، ما أنت كده كده هتبعت لي الحاجة بي دي إف في صورة برضه سوفت كوبي، وخدها يا باشا وانت سيفها مع البي دي بتقول إف بتاعك. مهندس لو حد نقلم التاني هتعرف وهتنقصه وبتاع، وطبعا بدل يا ما عم ما الاوتوكاد تجيبش على اتعمل رسمة الويندوز يا رجالة، الويندوز يعني ما خلاص الواحد برضه مش هيعلق يعني على الحاجات ديت، الويندوز يعني أمرها سهل. أنا عارف إن الويندوز لو حد عملها لي مثلا على الأوتوكاد، بس بقى مش معنى الكلام، ولا اقول لك بلاش يا طارق، لان الناس كلها هتاخدها من واحد واحد يعملها، والرجاله كلها هتاخدها، اللهم صل على النبي. ايوه انا بقول برضو خلينا في الامان. لا لا خليها بالايد احسن، عشان انا عرفته يعني. لو اتطلبت في الامتحان يبقى خدنا عليها برضو. الايه؟ واتطلبت في الامتحان يبقى خدنا عليها رسمناها بالظبط، مرة. عشان انت برضو فعلا ممكن ورقه الشفاف دي برضو تكون مجهزوها معاكم يا شباب، يعني يا ريت انت رايح الامتحان تاخدها معاك، بحيث لو الدكتوره طلبتها. نعم الدكتورة قالت بلات يعني عايزة ترايل مرة أو اتنين في الورقة. ايوه، هي الغرض والشاهد يا محمد ان انت تتجمع النسب بتاعتك تلاقي اكبر من كام، من 95% او 95%. الدكتورة بقى قالت لو لقت واحد عمل بس محاولة واحدة هتعكره، فهي قالت ايه يا عم يعني لا عايزة مش محاولة كده يا عم، مش عشان على تعرف كده انها فلان. دخل مش على كده، قلت لك انت تعرف تجيبها بالعين بعد كده يعني. هي ممكن تيجي فعلا، بس القصه كلها بايه، هي بتقول يعني عايزك عايز تحس ان انت اشتغلت وتعبت في الموضوع، بس مش موضوع هو ده الفكرة، انا حتى لو انا جبتها بعيني اعمل لها محاولة خطأ عشان برضو ابين لها ان انا اشتغلت. الله ينور عليك، يعمل لها اي اتجاه كده طارق وباين يعني انت عملت اي حاجه غلط. في شوك في الورقة كده. خلاص مفيش كده، عشان تبين يا طارق ان انت تعبت يعني وعملت حاجه. اه يبقى في اداء كده. ماشي يا رجاله. لو اي حد بقى رجاله زي ما اتفقنا دلوقتي ليه استفسار ولا ليه حاجه يعملها الناس الجروب. نعم على الواتس، على الواتس باذن الله. بس في هندسه في الشريط الثاني عندي في 3 اسئله كده ورا بعض، مش عارف هل هم نفس الاجابه ولا اجاباتهم مختلفه، عايز اعرضه مع حضرتك. قول اي كده حاجه. شايفهم كده هندسه يعني زوم كده اكتر شويه معلش. التالت السؤال الثاني والثالث والرابع دول. لا دول انا مش شايف معلش، بس زوم اكتر شويه. ومحمد طرفي انت بتقول الشيت الكام؟ الثاني. الشيت الثاني اللي هو what are the objective of air master plan، صح؟ what are the different phases of air plan master، مش عارف describe what are the essential plans required in airport، what are the element of master. ايوه عم هم مش شبه بعض، هم كلك بيتكلموا على الخصائص بتاع الماستر بلان اللي هي عباره عن ايه، الاهداف بتاعته والاوبجكت بتاعته والديسكريبشن بتاعه، كل ده موجود في المحاضره عندك. دي حاجات سهله على فكره جدا. مهندس الملف الكبير اللي انت كنت منزله ده بصراحه الملف ده من الاخر. والله رجاله انا بعت لكم حاجه بصراحه، دي خلاصه الخلاصه في الموضوع يعني كله.